السلام عليكم ورحمة الله، معكم نور الدين. فليشرح لي أجهزة الإلكترونية. اليوم كاين واحد المشكل في واحد التلفاز من نوع توشيبا، فيه مشكل في الكولور، كتغيرو بعض الألوان، كتغيرو فيها بعض الألوان في الصورة، كتكون فيها واحد الباندا الفوق، كيكون في واحد مشكل في الكولور، كتعطي مشكل ديال دوب ليماج. في الاول كتكون مزيانه الصوره، واحد شويه كتقلب كتولي كيخسر لي الالوان. المشكل كيكون في البالين في الشاشه. كتكون الصورة من الفوق مزيانة، وكتهبط لتحت كتولي خاسرة، كتكون كلشي الألوان كيكونوا كلهم خاسرين. هاد النوع التوشيبا 32 بوصة، نفتحو إن شاء الله ونشوفو هاد المشكل هذا في البالين. فين غادي تصاوب المشكل ديالو؟ كما كتشوفو هاد النوع ديال البالين، هذا كيكون فيه بانين ديال سامسونج، اللي فيه في هذا النوع ديال البانين ديال سامسونج كما كتشوفوا. ودابا فتحتو تشوفوا كيفاش كيخدم مع الشعير، كيعطي واخا ما كاينش الصوره، كيعطيك بعض الالوان، وكتكون فيه واحد المسطره في الفوق. هذا التيكوم هذا هو فاش كيكون هذا المشكل، غادي نعالجو ان شاء الله وتشوفوا كي الطريقه كيفاش غادي تصوب. هذا كيجي عندي هذا البانيل اول مره ان شاء الله، غادي نشوفوا اش من طريقه باش يتصوب. تبقاو معايا ان شاء الله، غادي نشوفوا الحل ديال هذا البانيل، وكتشوفوا الرقم ديالو هو. نبقاو ان شاء الله غادي نجرب لي واحد التجربه ان شاء الله ديال هاد الطريقه ديال اصلاح هاد الكف ديال هاد البالين. كاين بعض المسارات كيكونوا في هاد الكف، ان شاء الله غادي نقطعوهم ونشوفو هما هاد المسارات هادو. غادي نوريكم دابا، كاين اس تي في بي، اس تي في بي هذا هاد المسار خصنا نقطعوه، وكاين سي كا في بي دو، سي كا في بي ان، سي كا في ان، سي كا في دو. هادو هاد المسارات هادو غادي نقطعوهم، غادي نجربو هاد سميتو على اليمن ان شاء الله واش غيخدم. نشوفو هما دابا قطعتهم، هاد المسارات هادو قطعتهم بموس، غنجربو دابا الشاشة. الشاشة ما خداماش، قطعت هادوك المسارات وعطات لي هاد المشكل هدا، ما كتبانش ليماج، ما كيبان والو، كيعطي واحد الباندا، واحد السطر ازرق من التحت، وباقي الشاشة كتولي فيها الخطوط. ان شاء الله دابا غادي نرد هادو، غادي نعاود نسفو ليهم. دابا هما سفو لي دوزت عاوتاني هادوك المسارات، رجعتهم بلايصهم. قطعت عاوتاني هاد الجهة الاخرى ديال اليسرية، قطعت نيت نفس هذوك السيكا في بي ان، سيكا في بي دو، سيكا في ان، سيكا في دو، اس تي في. هذوك المسارات عاود قطعتهم من هذه الجهه الاخرى، حيت كنعبرهم ب منتيمتر بمتريكس، كي من هذه الجهه كيدوز لهذه الجهه، نيت راه كاين في اليمين وكاين في اليسار. حيت كل بالي هي كيتصوب، كاين كتصوب على اليمين، كاين كتصوب على اليسار، حسب الخلل عنده فين كاين، واش كان في اليمين ولا في اليسار. دابا هذا عنده مشكل في اليسار، فاش قطعت ليه دابا المسارات اللي من هنا، دابا ان شاء الله غادي نتيستي هذا، دابا نجربها من المسارات اللي قطعت. هادو تقريبا شي 8 المسارات قطعت في هاد الجهه حتى هي. دابا ان شاء الله غادي نجربو هذا ونشوفو الصوره ديال واش خدامه مزيان.
كما كتشوفوا هاد الدجاجة اللي كنت قطعت الاول، المسارات رجعتهم كما كانوا في الاصل ديالهم، ما غيرت فيهم حتى شي حاجه، رجعتهم كما كانوا. باش حيت كاين اللي كيشوف هادشي كيقول شي موديفيكاسيون ولا شي حاجه، ولكن هذا غير هادوك المسارات اللي حيدت الاول رجعتهم بلايصهم. حيت هاد البانيل هذا اول مره كيجي عندي هاد الموديل، حيت ليش علاش درت هاد العملية هادي باش نشوف فاش من جهة. كما تشوفوا معايا دابا ندير ليها البريز نجربها، ندير ليها اليمونطاسيون نجربها نشوفوا واش خدامة. كما كتشوفوا دابا هو خدام، كما كتشوفوا شاعل مزيان عادي. دابا الزرقية كلها كاينة في الشاشة مزيان، هداك الميني ديالو هو هداك. ان شاء الله دابا غادي نجمع التلفاز دابا ان شاء الله، ونرجع لبلاصتو ان شاء الله، وغتشوفوا معايا الصورة. بسم الله ان شاء الله يعجبكم الفيديو هذا، اللي بغى يشارك معنا في هذه القناه يبقى يشوف ديما من جديد. هذه اول مره كنصاوب هذا المشكل في هذا البالي، خدمات 100%، ما كان فيها حتى شي مشكل، ما فيها لا خطوط لا والو، كتخدم عاديه كما كانت. ان شاء الله دابا غادي نجمع التلفاز وغنجربو نشوف واش الصوره معايا. ها هو دابا جمعته باش تصور. ها هو دابا خدام مزيان، غنبروشي ليماج دابا باش تشوفو الصوره ان شاء الله. الصورة دابا كتبان مزيان، الصورة هي هاديك ما فيها لا خطوط لا والو، كتبان الصورة مزيانة. ها الموديل ديال التلفاز توشيبا 30 بوصة. في الملف الإيراني يسعى ترامب إلى حشد تأييد بين الحلفاء المشاركين في القمة لصالح واشنطن، مواجهة لا حد بوادرها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وبلغت ذروتها بعد إسقاط الحرس الثوري. هذا التشيبار ركبين في البالين ديال سامسونج، هذا من تعرض ناقلة نفط. أول مرة كنلقى فيهم هذا المشكل كاع في التشيبار، أول مرة كيجي عندي. قائم أن عددا من الدول ستدعم الموقف الأمريكي القائل ان السحب البحري من مصر من الخليج ينبغي الا يكون. كما كتشوفوا دابا الصوره خدامه، واخا تخلي مده ما ترالي والو، راه خليته خدام شي ساعتين عاد صورت هذا الفيديو هذا باش نوريكم هذه الصوره، خليته خدام باش ناكد بانه البانيل خدام 100%، عاد درت لي هذا الفيديو هذا باش تشوفوه. ان شاء الله دابا نتمنى ان شاء الله تشاركوا معنا في هذه القناه، ديروا ابوني واشتركوا معنا في هذه القناة باش يبقى وصلكم ان شاء الله الجديد. يلا تبارك الله عليكم وشكرا.